الاجتماعي. التغريدة الثالثة اللي اخترناها لكم اليوم وهي تقنية جديدة وتقنية الأبل باي في السعودية، وكانت للتقني المعروف عبد الله السبع اللي كتب عن تفعيل خدمة أبل باي، وهي الخدمة اللي بدأ تفعيلها مؤخرا في السعودية وتمكن المستخدم من تفعيل بطاقة الصراف في جواله، وبالتالي يقدر أنه يستخدم الجوال كوسيلة دفع مباشرة في نقاط البيع. يعني مو لازم تكون مع بطاقة الصراف في جيبه ولا في محفظته، تكفي أنها تكون معه في مصورة بصورة في جواله، وبهذه الطريقة يقدر أنه يدفع كل شيء عبر هذه البطاقة وعبر جواله. هذه التقنية كانت حديث الناس في تويتر اليوم، عشان نعرف عنها أكثر معانا الاتصال الهاتفي من المدون التقني محمد حدائدي. يا هلا فيك، منور محمد. يا هلا فيكي وهلا بجميع المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بداية محمد، هل ممكن تشرح لنا أكثر عن هذه الخدمة وخدمة الأبل باي؟ خدمة الأبل باي هي خدمة جدا رائعة، يعني من خلالها نقدر ندفع عن طريق جهاز الآيفون أو ساعة أبل أو جهاز الماك بدون حمل بطاقة الصراف، سواء كانت بطاقة مدى العيدية الصراف العيدية أو بطاقات الائتمانية سواء فيزا أو ماستر كارد. طبعا هي أكثر أمان لأنه المعلومات مخزنة داخل الجهاز عندك، ما تحتاج أنك تشيل البطاقة معك، تتعرض للسرقة، تتعرض يعني لأي مشكلة تكون عليها، خلاص بطاقتك داخل جوالك. حلو، ولكن السؤال المهم محمد، كيف يتم تفعيل هذه البطاقة في جوالك؟ يعني كيف أنا أحط بطاقتي الصراف في الجوال وأقدر أدفع عن طريق الجوال؟ الطريقة جدا سهلة وبسيطة، في تطبيق من أبل نازل اوريدي موجود في كل جهاز آيفون، اسمه وولت أو المعروف بالمحفظة. من خلال هذا التطبيق في علامة الزائد أيضا بتضغط عليها، على طول بيتم تصوير اللي هو لقطة للبطاقة أو بيتم إدخالها بشكل يدوي اللي هو اسمك على البطاقة والرقم، وبعدها مباشرة بيتم التفعيل على حسب البنوك اللي اشتغلت اليوم الساعة 9 الصباح في المملكة العربية السعودية، وهي 5 بنوك. حلو، زي اللي قاعدين نشوفه بالفيديو، اتوقع يعني هذه يعني توريطه لكل الشباب والبنات اللي طلعنا مطعم مع بعض محمد، والله واحده نسيت محفظتها بالبيت، والله واحده ما عندها كاش اليوم، تقدر تدفع عن طريق جوالها باي وقت، هل هذا صحيح؟ طب السؤال المهم، يمكن استخدامها بالشراء عبر الاونلاين ولا بس في نقاط البيع؟ ايوه طبعا، هذه اهم ميزه، تقدر تشتري عن طريق اللي هي نقاط البيع اللي هي المطاعم، السوبر ماركت، المتاجر الكبيرة، أو حتى عن طريق الأونلاين. في تطبيقات أصبحت توفر، تطبيقات جدا لأماكن مشهورة دعمت اللي هي خدمة الأبل باي عن طريق اللي هي بصمة الوجه أو بصمة الأصبع، وأيضا متاجر أونلاين عن طريق اللابتوب اللي هو تبع الماك اللي يدعم البصمة، تقدر بصمة الأصبع الآن، تقدر أيضا تتم عملية الشراء بكل سهولة دون إدخال معلومات البطاقة في أي موقع إن كان. جميل. طب انت ذكرت انه هذه الخدمه الجديده جدا امنه، لانه بطاقه الصراف ما حتكون بيدكم، بطاقه الصراف حتكون في جوالاتكم، ولكن المصيبه وين تكون يا محمد؟ اذا سرق الجوال نفسه او ضاع علينا وقدروا انهم يفتحوا الجوال، فهل يقدروا يستخدموا البطاقه الموجوده ويشتروا عبر هذه البطاقه؟ وايضا هل لها اي سلبيات ولا لا؟ لا طبعا، لانه انت لو سرقتي الجوال مني اليوم، البطاقه لما انت تدخلي عليها ما تقدر تدخلي على تفاصيل البطاقه. يعني البطاقه بتكون شبه مغطاه بالكامل في واجهه تطبيق المحفظه او الوولت، فمعطيكي نجوم وارقام في النهايه، فتفاصيل البطاقه ما هي واضحه. وكمان اي ثينك ما يقدروا يدفعوا، كمان اتوقع انه ما يقدروا يدفعوا الا ببصمه الايد او صوره الوجه، صح؟ بالضبط، فاللي حيسرق جوالي عشان يقدر يشتري لازم يسرق معاه يا وجهي يا اصبعي. طب صوره ما تفي بالغرض؟ يعني اجيب صوره لا. لهذا الشخص احط صورته على الكاميرا وما برضه ما اقدر اشتري؟ والله مخي رايح لبعيد يا جماعه، ما افكر اسرق ترى. وقتها عاد تستاهلي انت، اللي حيسرق جوالك ويسرق صورتك وانت لسه ما دريتي انه هذا كله، ما وقفتي تفعيل البطاقه عندك في البنك، فعاد يستاهل اللي حيسحبه. يستاهل انسرق. طب ايش سلبياتها؟ اذا تكلمنا محمد عن سلبياتها، هل الى الان كشفوا عن اي سلبيات ولا ما لها ابدا؟
الخدمة من زمان شغالة عند شركة أبل، ولكن للأسف الشديد تأخرت جدا لتفعيلها في المنطقة العربية. فعلت قبل أشهر قليل في دولة الإمارات، وإحنا المملكة العربية السعودية تعتبر ثاني دولة عربية يتم تفعيل فيها الخدمة. جميل. فخلال هذه الفترة الطويلة تقريبا 4 سنوات شغالة الخدمة في العالم ما ظهر لها أي سلبيات، بالعكس الخدمة جدا آمنة وجدا مريحة. جميل جدا، شكرا لك مدون التقني محمد الحدائدي على هذه المعلومات، واتمنى انكم تستفيدوا منها. دحين ما حينفع اصلا كمان ان ندخر من فلوسنا اللي كنا نجمعه ونحطه في الحساب، تقدروا تصرفوه عن طريق البطاقه، تشتروا اونلاين وبنفس الوقت تحاسبوا في كل مكان، يعني ما لكم اي عذر اذا كان عندكم يوم قطه عزيمه الدفع على الجميع، ما عندكم اي اعذار، تقدروا تدفعوا عن طريق جوالاتكم. اتوقع هذه المره راح تقولوا نسينا جوالاتنا بالبيت، ولكن ما اتوقع ابدا انه احد فيكم ممكن ينسى جواله او يخرج اصلا من البيت بدون جواله. وطبعا كانت هذه معانا معلومات السوشيال ميديا والتغريدات المختاره اليوم، ولكن راح نروح لموضوع